في موضوع آخر، أكد سفير اليابان بالرباط شينوزوكا تاكاشي أكد أمس أن المغرب يعد شريكا موثوقا بالنسبة لليابان، حيث يعتبر الوجهة الثانية للاستثمارات اليابانية في إفريقيا. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمه السفير الياباني بالرباط على شرف 4 طالبات مغربيات من الفائزين بمنح لمتابعة تكوين أكاديمي في الجامعات اليابانية. وتندرج هذه المنح ضمن مبادرة تعليم إدارة الأعمال الإفريقية للشباب التي أطلقتها هيئة التعاون الدولي اليابانية، والتي توفر فرصا للشباب المغاربة المؤهلين للدراسات في الجامعات اليابانية كطلاب دوليين. هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز شراكتنا مع القارة الإفريقية، ويوفر الفرص للشابات المغربيات والشباب المغربي المؤهلين للدراسة في الجامعات اليابانية لدراسة الماستر كطلاب دوليين. وكذلك سيتيح لهم فرصة القيام بدورات تدريبية داخل الشركات اليابانية. هؤلاء الشباب المغاربة سيحصلون على تجربة دولية في اليابان، وسيستطيعون تكوين شبكة أعمال مهمة رفقة عدد من الشباب الأفارقة، سيستفيد منهم المغرب والقارة. أريد أن أستغل المناسبة لأجدد الثقة بالعلاقات الاستثنائية التي تجمعنا مع المغرب، والتي هي في الأصل جيدة جدا. المغرب ذاهب في الطريق الصحيح تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.